السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ اتمنى يا رب دايما تكونوا بخير وفي تمام الصحة والعافية دايما يا رب. فيديو النهاردة ان شاء الله فيديو عظيم جدا 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 وعالي جدا في القيمة. وفي الفيديو النهاردة بإذن الله انا هكلمك على فايدة عظيمة جدا جدا جدا، عبارة عن سورة. هذه السورة لو انت قرأتها 7 مرات بهذه الطريقة بإذن الله ستصبح حكيما متفوقا مهابا محبوبا يحبك ويهابك وينفذ ما تطلب كل من يراك بإذن الله. حكيما يعني لو انت بتتعامل مع الناس سفاهة، او اما بتيجي تتكلم مع حد ما بتكونش عارف تتكلم معاه كويس، او اما بتيجي تدخل اي شغل او كده ما بتحسش انك عندك الذكاء الكافي، بإذن الله الله تعالى هيلقي فيك الحكمة فهتبقى حكيم في التعامل مع الناس. ذكيا لو انت بإذن الله شايف ان انت عليك ديون وفقير وكل ده بسبب تصرفاتك. في ناس كده يا جماعة، في بعض الناس كل لما بيجي يتصرف تصرف او كل لما بيجي يعمل حاجة بيلاقي نفسه بيندم، بيلاقي نفسه بيقول انا ايه اللي بعمله ده، يعمل تصرف ممكن يدمر حياته بعدها يندم ويرجع، وكل لما يحاول يعدل من نفسه يلاقي نفسه برضه رجع للأمر السيء تاني. فبالتالي الفايدة ده عظيمة جدا ان هي تلقي فيك الذكاء، والذكاء ده نعمة عظيمة جدا. لو الله تعالى ألقى فيك الذكاء بإذن الله لن تخطئ في أي أمر من الأمور إن شاء الله، وهتلاقي بإذن الله نفسك من الأذكياء، ما بتغلطش بإذن الله محبوبا، أي بإذن الله سيلقي الله فيك المحبة في قلب كل من يراك. في بعض الناس يا جماعة بيبقى شغال في التجارة، في فتاة بيبقى مثلا عندها تعطيل في الزواج، في شخص معين ما بيبقى نفسه مثلا الناس تحبه، الناس تتعامل معاه كويس، سواء هو بيعمل في مجال ما في التعامل مع الناس في التجارة مثلا وكده، فعايز يبقى مقبول عند الناس. وعلى فكرة يا جماعة القبول أو عدم القبول دي هبة من الله عز وجل، محدش بيتحكم فيها. طبعا في بعض الأمور بس هي بتبقى في المقام الأول هبة من الله عز وجل، بيلقيها لمن يريد أو بيمنحها لمن يريد. فبالتالي ان شاء الله يا جماعة الفايدة ده عظيمة جدا في جعلك محبوبا، اي جعل الناس عندما يرونك يحبونك، عندما يرونك بإذن الله لن يرفضوا لك طلبا ان شاء الله. وانا عايز اقول لكم يا جماعة ان الفايدة النهاردة قوية جدا 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 اكثر مما تتوقعوا، اتمنى تجربوها وبإذن الله هتروا المعجزات وهتروا ما يسركم ان شاء الله. والناس اللي متابعة عبد الله السيد من البداية هتعرف الكلام اللي انا بقوله. ونبدأ بإذن الله في ذكر الفايدة ان شاء الله عز وجل. بس قبل ما ابدأ اتمنى لو انت جديد في القناة تشترك في القناة، ولو انت معايا قديم في القناة اضغط على زر اللايك وادعي لي دعوة في التعليق بالتوفيق. ويلا بينا على طول يا احبابي نبدأ في ذكر التفاصيل والفائدة ان شاء الله. طبعا في البداية يا جماعة قبل ما ابدأ في شرح الفايدة محتاج اقول لكم قول مهم جدا، لازم يبقى عندك حسن ظن بالله. انا اتذكر قول قاله بعض العلماء، القول ده كان بيقول استعمل في كل بلية تتركك، يعني اي بلية تيجي عليك، حسن الظن بالله لانه فيه المخرج. لازم لما تيجي تعمل فايدة يبقى عندك حسن ظن بالله ان الفايدة دي بإذن الله تنجح معاك مهما كان المشاكل اللي بتواجهها، بإذن الله تنجح معاك والله تعالى يستجيب ليك، لان الله تعالى يحب هذا الامر، يحب العبد اللي بيبقى عنده يقين فيه. ومحتاج اقول لكم ان الفايدة دي بتتعمل لمدة 3 ايام متصلة، يعني عايز تطبق الفايدة دي بإذن الله تعملها لمدة 3 ايام متصلة. طيب هعمل ايه يا عبد الله لمدة 3 ايام متصلة؟ هتيجي بإذن الله بعد صلاة العشاء في اي يوم من الايام، يجوز انت تبدأها في اي يوم من الايام بعد صلاة العشاء. واول حاجه تعملها تقوم بقراءه سوره الضحى 7 مرات، هي دي السوره يا جماعه، سوره الضحى 7 مرات كامله. بعد ما تقرا سوره الضحى 7 مرات هنيجي لتاني خطوه، وهي ان انت هتقول اسم الله تعالى الحكيم، هتقول يا حكيم 63 مره. بعد ما هتقول يا حكيم 63 مره هنيجي لتالت خطوه ان شاء الله واخر خطوه، وهي ان انت هتقول هذه الايه العظيمه المعجزه 112 مره بالعدد. والايه اللي هتقولها 112 مره ان شاء الله هي بسم الله الرحمن الرحيم وشددنا ملكه واتيناه الحكمه وفصل الخطاب. هذه هي الايه اللي انت هتقولها ان شاء الله 112 مره. وطبعا تفاصيل الفايده كلها مكتوبه في صندوق الوصف. اللي عملته في اليوم الاول نفس بالظبط اللي هتطبقه في اليوم الثاني، نفس بالظبط اللي هتطبقه في اليوم الثالث. باذن الله الثمره والفايده هتبدا من اليوم الثالث ان شاء الله. اتمنى تكونوا استفدتم من الفيديو، وياريت لو استفدتم من الفيديو تشاركوه على اوسع نطاق. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.